أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذا الفيديو الجديد من فيديوهات الموقع الأول. في هذا الفيديو سوف نقوم بفتح الصندوق الخاص بالكاميرا اللاسلكية كما نشاهد، بدون عنوان بدون ماركة. إذن هذه الكاميرا تعمل على تطبيق V380 المعروف، هي كاميرا صينية بدون أي ماركة. هذا التطبيق هو الوحيد الذي يتصل بهذه الكاميرا. سوف أقوم بفتح الصندوق، التعرف على محتويات هذه الكاميرا الصينية. ملاحظة مهمة جدا، هي كاميرا صينية وليست ممتازة وليست فول أوبشن، تمام؟ هي رخيصة الثمن، جيدة، لا بأس عليها يعني تدبير الأمور، ولكن يوجد هنالك ماركات أفضل وماركات أعلى بالجودة. بداية أصدقائي نلاحظ وجود الكاميرا وسوف نتكلم عنها. وجود الشاحن الخاص بها، شاحن USB، تمام؟ نفس ترانس شحن الجوال. كابل اليو اس بي الخاص بتوصيل الكهرباء لها، بعض البراغي لتثبيت القاعدة الخاصة بها، لأن هذه القاعدة تثبت على جدار وبالتالي هذه الكاميرا سوف تركب عليها ونقوم ببرمها. لها سنها هنا ينزل في هذا المكان وتفتلها هكذا لكي يقوم بتثبيتها، بالإضافة إلى الكتالوج الخاص بها، ولن تستفيد شيء من الكتالوج. طيب، هذه أهم الأمور الموجودة في هذه الكاميرا ومحتويات الصندوق. سوف أقوم الآن بالتكلم على طريقة البرمجة الخاصة بها لأنها معقدة نوعاً ما. سأتكلم بداية أصدقائي عن الكاميرا وما محيطها وما يوجد من أغراض بها. بداية أصدقائي نلاحظ مدخل اليو اس بي 5 فولت للتشغيل، نلاحظ زر الريسيت الضغط عليه لمدة 5 ثواني فيقوم بضبط إعدادات المصنع لهذه الكاميرا. وجود البفلات الخاصة بها لأنك تستطيع التكلم من خلالها عن بعد. وجود العدسة، وجود حساس ها هنا من فوق إنبان لتحسس الحركة بالكاميرا بمحيطها. وجود مدخل لمايكرو اس دي لكرت ذاكرة يصل أعتقد حتى 250 جيجا هكذا أعتقد، ممكن تركيب 128 بأدنى تقدير أو 64 أو 32 حسب ما يتوفر لديك من كروت ذاكرة. بالأسفل ها هنا يوجد الكود الخاص بها وسوف نتعرف خلال البرمجة وربطها مع الجوال ماذا نستفيد منه. هذا الفراغ لتثبيت الكاميرا كما ذكرت لكم قبل قليل ومحتويات الصندوق. هذا كل ما في هذه الكاميرا. سوف أقوم الآن بوصلها، عندي هنا أي وصلة جوال تعمل عليها، سأقوم بوصلها وسأتكلم عن طريقة ربطها مع الجوال. بداية أصدقائي أدخل إلى تطبيق جوجل بلاي وأقوم بتحميل التطبيق V380، هذا التطبيق الخاص بهذه الكاميرا. بعد أن قمت طيب في مجال تسكتي؟ طيب سكتي. بعد أن قمت بتنزيل هذا التطبيق عندي ها هنا، أقوم بفتح هذا التطبيق. بداية أصدقائي يمكنك عن طريق كويك ريجستريشن أن تقوم بصنع إيميل خاص بك أو حساب خاص بك على هذا التطبيق. كويك ريجستريشن سوف يطلب منك إدخال إيميل، تضغط له التالي، سوف يقول لك أرسلنا لك كود التفعيل على إيميلك، تدخل إلى علبة البريد الخاصة بك، يظهر لديك كود، تضغط على هذا الكود، يقول لك تم تفعيل إيميلك. الآن بعد أن قمت بالكويك ريجستريشن، طبعا ملاحظة أثناء يعني حجز إيميل عندهم أو حجز عنوان لك عندهم يطلب منك باسورد. الآن بعد أن قمت بحجز هذا الإيميل سوف أقوم بإدخاله هنا مع إدخال الباسورد الذي أنا اخترته أثناء حجز هذا الإيميل. بعد أن كتبت إيميلي أقول له لوجين، السماح
السماح لكل شيء، اوتو سيلكشن، تستطيع اختيار هذا الخيار. يقول لك الآن اضغط على هذه الزاوية لإضافة الكاميرا. قبل أن تضغط على هذه الزاوية صديقي، أحببت أن أقول أمر مهم جدا لإعدادات هذه الكاميرا، هو أصولا أن تضغط في هذا المكان ومن ثم تضيفها مباشرة وتضاف لديك. حاولنا بعدة كاميرات كانت سابقا هكذا تضاف، ولكن في هذه الكاميرا لاحظت أمور أخرى أحببت أن أشرح عليها. وقم بهذه الخطوة لجميع الكاميرات، لجميع الكاميرات قم بهذه الخطوة لأن هي الأسلم وهي الأسلس والأفضل. بداية صديقي، قبل الدخول إلى التطبيق أو تخرج من التطبيق، تذهب إلى الوايرلس، تلاحظ اسم الشبكة الخاصة بالكاميرا ظهرها هنا بدون باسورد، جاري التوصيل، تم الاتصال بشبكة هذه الكاميرا. انتبه، بشبكة هذه الكاميرا. نعود ها هنا إلى التطبيق الخاص بهذه الكاميرا، نعود إليه، تمام، أضغط على إشارة الزائد ها هنا، New Device Configure، سماح، وجدها نفس الرقم الذي تكلمت عليه خلف الكاميرا من الأسفل، أتصل بها. الآن يقول لي هذه الكاميرا تريد الاتصال بشبكة الوايرلس لديك، أي من هذه الشبكات هي شبكة الوايرلس الخاصة بك؟ نعم، هنا اسمها ميجا عندي. أضغط الباسورد الخاص بهذه الشبكة وأقول له سيف. تقوم الآن هذه الكاميرا بالاتصال بالراوتر، انتبه. نلاحظ أنه وجدها واتصل بها مباشرة. إذن هكذا تم إعداد هذه الكاميرا، ونلاحظ أنه لان أونلاين فقط على الشبكة الداخلية. إذن هذا الموبايل متصل على نفس الوايرلس، هذه الكاميرا متصلة على نفس الوايرلس. طيب، في حال أنه انتهى من إعدادها وشبكها مع الوايرلس، ولكن في هذه الدائرة التي قبل قليل كانت تدور ولن تظهر الكاميرا، ماذا أفعل؟ أضغط إلى هذا الزر وأقول له Add Network Device ID Number، أنني منوال أريد إضافتها يدويا. ماذا أقوم؟ أقوم بالضغط ها هنا على هذا الرقم الذي نشاهده 2044 كذا 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 الذي نشاهده، أكتبه في هذا المكان. بعد أن كتبته في هذا المكان أضغط له Confirm Add، أقول له Confirm Add، فسوف تظهر الكاميرا لدي مباشرة ها هنا. الآن سوف أضغط على هذه الكاميرا، سماح، سوف يطلب مني وضع باسورد خاص بهذه الكاميرا، يجب عليك وضع باسورد خاص بها، set password. سوف أضع له باسورد مثلا، وضعت له باسورد لهذه الكاميرا. الآن successful، انتبه، تغيرت الكاميرا الكلمة إلى انترنت أونلاين. إذن أصدقائي، الآن أصبحت الكاميرا متصلة على الإنترنت، وهذا الجوال متصل على الإنترنت. أنا أذهب لأي مكان في العالم أستطيع أن أراقب هذه الكاميرا، أتصل بها، أقول له بلاي. اتصل بها أصدقائي. نوقف الصوت قليلا لأنه أخذ صدى، تمام، شغلة مثل السحر. هاي طيب أصدقائي، كما رأينا اتصل بالكاميرا والأمور بخير. يمكنك تشغيل المايك منها هنا والتحدث معها لكي يعني تصل صوتك إلى الأشخاص الذين تراقبهم، بالإضافة إلى يوجد الدورانت 180 درجة، الريكورد، تسجيل الصوت، بالإضافة إلى سكرين شوت، يعني التقاط صورة
مباشرة وسوف تحفظ عندك بالاستديو يعني مباشرة، أو تصنع ريكورد لها مباشرة على جوالك. على جوالك طبعا لا ننسى أنه يركب عليها كرت ذاكرة في الداخل، وبالتالي تستطيع التسجيل على كرت الذاكرة بها دون مراقبتها عن طريق جوالك. أخرج منها هكذا. يوجد هنا أمر اسمه ألارم، أستطيع ألارم أوف أن أوقفه. أوقفته، في التالي أي حركة تأتي أمام الكاميرا لن تعطيني يعني إزعاج أو الألارم أو ما يسمى بتنبيه. تنبيه تماما. في الديفايس هنا يوجد عدة أمور. إذن هو يقول لي هذه الكاميرا ماذا تريد لها من إعدادات. إن كنت وصلت كاميرا إضافية سوف تظهر هنا وتضع عليها إشارة الصح وتقول لها إعدادات خاصة بها. كل كاميرا تجعل لها إعداد خاص بها. هنا نتورك سيتنج يريني أن هذه هي الباسورد الخاصة بالراوتر وما إلى هنالك. ريكورد سيتنج، بعض إعدادات التسجيل الفيديوي لهذه الكاميرا على جوالك أو على الكرت الذاكرة. نلاحظ SD كارد نوت، يعني أن أنت لم تضع كرت ذاكرة داخلها. التوقيت وما إلى هنالك. الارم سيتنج، ماذا يعطيك تنبيهات وفي أي وقت وفي أي ساعة، ما يعني أمور أخرى كثيرة، بعض الإعدادات وإعدادات الإيميل. هذه هي يعني طريقة شبك هذه الكاميرا. صراحة يعني قد تتلبك قليلا لأن كل كاميرا تأتي بشكل معين وبأسلوب معين، وصراحة نحن وصلنا بها أكثر من 12 كاميرا وكانت بأسلوب معين، جاءتنا بعض الكاميرات بأسلوب آخر، ولكن الأسلوب الذي شرحته الآن في هذا الفيديو هو أصح أسلوب والذي يمشي على جميع الكاميرات. على جميع الكاميرات أحببت أن أنبه بعد أن اتصل، وسوف أعيد، بعد أن اتصلنا بها وايرلس عن طريق إشارة الزائد ها هنا Add Network Device، تكتب رقمها الموجود أسفل منها ها هنا وتقول له Confirm Add فتضاف عندك الكاميرا وتظهر، وبعد ضغطة بلاي عليها سوف يطلب منك باسورد ينحفظ بها تحديدا هي لكي لا أحد يدخل عليها. الآن هي متصلة بالراوتر، أنت موبايلك تستطيع أن تتصل به من أي مكان في العالم، تمام، وتراقب هذه الكاميرا. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.